بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة: كيف تكسب قلوب الناس؟ معلش أنا كل أسبوع أفضل أعيد الحكاية دي، ما أصل إحنا محتاجين الموضوع ده جامد. أنتوا شايفين أحوالنا وشايفين بلادنا. كيف تكسب قلوب الناس؟ كيف تجمع الناس؟ كيف تحول الأعداء إلى أصدقاء؟ كيف تكسر حدة العداوة بدل ما تزيدها اشتعالا؟ كل المعاني دي محتاجين نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحكي لكم قصة. هو في واحد من رأس المنافقين في المدينة، يعني ما فيش نفاق أكتر من كده، اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول لما النبي يدخل المسجد يقف كده ويقوم واقف في وسط الناس وهم قاعدين ويقول لهم: هذا رسول الله فعظموه وقدروه. يا سلام! لكن هو من ورا، يبقى المسلمين طالعين بجيش علشان في غزوة أحد، يقوم واخد تلت الجيش قبيلته، لأنه هو قبيلته كبيرة قوي وهو رئيس القبيلة، يقوم واخد 300 واحد وراجع. يا نهار أبيض، دي خيانة عظمى! والنبي صابر عليه. وبعدين هو دون اللي اتكلم في عرض السيدة عائشة، هو ده اللي عمل الحديث الإفك اللي طلع الإشاعة إن السيدة عائشة عملت الحرام الفلاني والفلاني الفلاني. يا نهار، ده كمان اتكلم على مرات النبي وهو اللي صدر الإشاعة، وهو دون اللي قال على الصحابة المهاجرين من مكة للمدينة أصحاب النبي، قال ده مثلنا ومثلهم زي المثل اللي بيقول سمن كلبك ليأكلك. يا نهار، شفت في سوء أكتر من كده؟ طب والنبي بيعمل معاه إيه؟ صابر عليه. وهو دون اللي قال مثلي ومثل محمد لما هنرجع المدينة ليخرجن الأعز منها، وقام يشاور عليه على نفسه، ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد النبي. عمر قال إيه؟ يا رسول الله دعني أقطع عنقه. لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لا مش هعمل كده. إيه الصبر ده يا رسول الله؟ إيه النفس الكبيرة دي؟ إيه القدرة على الصبر على الناس دي؟ وتلف الايام والنبي صابر عليه، ويجي اجله هيموت، مات لوحده على سريره، هيموت عبد الله بن ابي بن سلول، ويقف النبي هيصلي عليه، ويجي عمر بن الخطاب يقف بين النبي وبين القبلة: اتصلي عليه يا رسول الله؟ تسوي بين المنافق وبين المؤمنين لما يموتوا؟ قال: ابعد يا عمر، هصلي عليه يا عمر. وصلى عليه النبي، وبعد ما صلى عليه النبي قام قالع العبايه بتاعته وعايز يكفنه فيها. ايه يا رسول الله ده؟ ايه الصبر ده؟ وليه بتعمل كده يا رسول الله؟ ما يستاهلش، طب ما هو مات خلاص، تكفنه في عبايتك يا رسول الله. فعمر ما يستحملش بقى، فيجي يمسك بعباية النبي، فقال: ابعد يدك يا عمر، تمسك النبي صلى الله عليه وسلم من عبايته. فقال: يا رسول الله تكفنه في عباءتك. فالنبي لما حس ان عمر بقى مش فاهم خالص، فهمه بقى. لا، وفهمنا احنا كمان. قال: يا عمر، والله لا تنفعه عباءتي ان كان الله غاضب علي. لو ربنا غضبان مش هتنفعه العباية بتاعتي. طب ما اللي بتكفنه ليه يا رسول الله؟ ولكن يا عمر، هذا رأس قبيلة كبيرة، دورة قبيلة كبيرة، أردت أن أؤلف قلوب قبيلته. هو مات خلاص، لكن حبيت أؤلف القلوب لأحجز عنهم الشيطان، عشان ما يفضلش الشيطان قلوبهم مات قائدنا ومحمد هيعمل فينا كذا. حبيت أحجز عنهم الشيطان وألف قلوبهم، وفي الآخر لفيته بس في عبايتي. سكت عمر وقام قايل: الله ورسوله أعلم. فن كسب القلوب قد إيه محتاجين له، فن الصبر، فن النفوس الكبيرة، فن تحويل الأعداء إلى أصدقاء، والصبر على الناس. نفسنا بسمة أمل في بلدنا بناس عندها خلقك يا رسول الله. شكرا، والسلام عليكم.